انت وحشتيني اكتر، كل يوم بيعدي عليا وانت بعيدة عني مش محسوب من عمري. نظافة يا باشا، تعالى اتحرك بسرعة. اقصى عليك، انا بغني. طب انا حتى صوتي وحش. طب انت زعلانة ليه؟ ما انا كلمتك امبارح كتير والله العظيم. شغل؟ لا يا جميل، ازاي؟ لا يا حبيبي، لا لا، انا سبتها مع صالحي والله. لا صالحي ايه؟ انا بقضي يوم جامد قوي قوي في السخن. لا لا ما تقلقيش، هي مش هتبقى سخنه قوي بس احنا هنسخنها. بقول لك ايه، ما تجيبي معاكي البت روان والبت حنين، عشان احتمال عمرو بيجي معايا هو وتامر بيه. هيبقى يوم جامد قوي. باي باي يا باشا. انت عملت بنفسك كده ليه يا سعيد؟ نصيب نصيب يا باشا. بس عايز اعرف مين اللي بعتك يا استاذ؟ اللي بعتني لايف مستنيك بره وموصيني ان انا ما اقولش. هو سر. ايوه سر. اتفضل يا مات. خش اتفضل. اتفضل يا باشا. كده كله تمام عندك يا باشا؟ ما عليهوش احكام، تقدر تاخده وتمشي. متشكرين قوي يا باشا. يلا يا سعيد. استنى يا سعيد. هو في حاجة تانية يا باشا؟ في حاجة شخصية بيني وبينه، ممكن ولا إيه؟ طب أنا هستناك بره يا سعيد. أؤمر سيادتك. ولا أنا هقول لك كلمتين، في العادة أنا ما بقولهمش لحد لأني عارف إن ما لهمش لازمة. ازاي بس يا فندم؟ كلام سيادتك درر يعني. ما ترقصش فوق الكلمتين دول، عشان انا اساسا نفسي اولع فيك. ليه بس يا باشا؟ الناس المحترمه ما بتجيش عندي هنا. حل مشاكلك بره الاسم. انا عارف ان لسه في منك امل، لكن قسما بعزه وجلال الله يا سعيد يا برنس، لو جيت لي تاني لاخدمك الخدمه الصح. اللي بعدها برضه ما تجيليش تاني. عارف ليه مش هتيجي تاني؟ عشان اكون في السجن سيادتك. صح. وبتفهم ياض. احترم نفسك بقى عشان القانون يحترمك. انا بقولك الكلمتين دول عشان تحطهم حلقه في ودنك، وده ليه؟ عشان انا قعدت معاك وعارفك يا باشا. انا وربنا ما عملت حاجه. انا مش عايز اسمع حاجه. المهم انت عرفت انا عايز ايه. ما جيش هنا تاني. ولو جيت هنا تاني هعمل فيك ايه؟ هتخدمني سيادتك. هولع فيك. خد يا سعيد، خد، ما تتكسفش، امسك. خلي الولعه دي معاك للذكرى عشان ما تنسانيش. اتكل على الله ومستنيك ترجع لي. اصبر بس دقيقة واحدة وانت هتعرف كل حاجة. اتفضل. اتفضل اهو يا انسة، اديني جبته في ايدي زي ما وعدتك. في ايه يا عزة؟ شنطة جلد انا سلم مستلم. وانا عند وعد يا استاذ، الخمسين التانية اهي. الف شكر يا انسة، والحمد لله على السلامة يا سعيد. كفرة يا برنس. بقالي 30 سنة بجري لحد ما تعبت، نفس اتقطع، أحارب على الفطار، لما يخلص أقوم أجري أحارب على الغدا وبعدين العشاء. كل الناس كده، ولا أنت فاكر نفسك نوع لوحده؟ آه بس أنا زهقت. مش بيقولك بينحت بضوافره في الصخر؟ أنا بقى قعدت أنحت في الصخر لحد ما ضوافري وعظمه اتكسروا. ولسه زي ما انا محلك سر. انت السبب عشان بتفكر غلط. عارف انت لو بتفكر صح كان زمانك حاجه تانية. تعرف يا عزه، زمان لما كانوا بيقولوا على حد انه فاشل كنت بقول يستاهل. ما عندوش شطارتي، ما عندوش مفهوميتي، مش حرج زيي. لما خدت اول ضربه قلت معلش اول مره، بعديها خدت التانية والتالتة، وكل خبطة بتوجع قوي لحد ما خلاص جسمي نحس. قلت الدنيا مش هتعرف توجعني تاني، بس بعديها اكتشفت ان انا لسه متوبة. سعيد انا مش فاهمة حاجة، بس عارف انا حاسة بيك. ما يحسش بالنار اللي كبشها يا عزة، تهري جسمه، ولما يصرخ الناس تقول عليه انه خايب. لا يا سعيد، ممكن اللي يحبك يحس اكتر منك.
والنار اللي انت كابشها دي تحرقه في قلبه. مفيش فايدة، زيك زي كل الناس، ما بتفكرش غير في مصلحتي. هو انا لما بحبك وعايزك تحبني يبقى ما بفكرش غير في مصلحتي؟ هو انت لما تبقى تهمني في سرقه سلامه وان نصبت عليه في شبكتي وبرضك باجي وراك واقوم لك المحامي وادفع لك المعارضه، ابقى برضه ما بفكرش غير في مصلحتي؟ انت دفعت لي الكفاله عشان تكسريني قدامك، واتكسف بقى واختشى على دمي واقول يا واد عيب، دي لسه مخرجاك من الحجز. بس مع اني بقى خارج من الحجز مبري زي ورقه السيجاره، برضه ما بحبكيش. بس هما انا طلعت حماره بشكل، كل ما اقرب منك تبعد انت، كل ما اقول لك بحبك تديها في العريض وتعمل الواد التقيل اللي البنات بتجري وراه، ايه القرف ده؟ بقول لك يا بت انت ما تغلطيش، ليك عندي 100 جنيه اديها لك على الجزمه. 100 جنيه يا ابو 100 جنيه؟ 100 جنيه اللي اتخرج من الحبس غير ال 100 جنيه اللي تروح تشتري بيها جزمه وبنطلون، تقدر انت تديني 100 جنيه من اللي بتخرج من الحبس؟ 100 جنيه الزنقه، ما تقدرش، عارف ليه؟ مش عشان انت معكش فلوس، لا، انا عارفه ان كلها يوم ولا اتنين هو تنصب على حد تاني ويكون معاك فلوس. ما عندكش قلبي يحس بزنقة غيرك. أنا بتدفع على نفسي إني فكرت فيك. ماما وافقت تديني الفلوس، هاخد الفلوس وطيرها على المركز العلمي، أشتري الميكروسكوب. يا حرية، أخيرا هيبقى عندي ميكروسكوب وأقعد أذاكر عليه براحتي، ولا أمين المعمل الرخم يجي يقول لي لا هنقفل يا دكتورة، ولا ممنوع وضع الشاي بجوار الأجهزة. أنا مش عارفة الراجل ده بيكرهنا كده ليه، خصوصا البنات. كنتش عشان هو دبلوم وإحنا دكاترة؟ مش عارفة، ممكن، بس هو بيسيبني أقعد عادي علشان أنت متبسطة معاه أكتر من اللازم وبتقبلي بتحكماته الفارغة، وإلا بقى لما بيحب يهزر يا بايع السيانايد اللي بينقط. انت بتستحمليه ازاي؟ عشان انا محتاجه اذاكر على الميكروسكوب، عشان كده ببلع وبسكت. هعمل ايه يعني؟ يعني ما قلتليش مبروك على الميكروسكوب. هو انت لسه جبتيه يا ضياء؟ عامه يا ستي الف مبروك. حريه، وانت زعلانه انا هجيبه قبلك؟ اخص عليكي، انا هزعل برضو. امال مالك ساكته ومساهمه كده ليه؟ بصراحه عشان مش عارفه انا امتى هقدر اجيبه. طب انت تقدري تيجي تذاكري معايا عليه؟ انت عارفه ان اختي الجدع بجد بجد يا ضياء، ربنا يخليكي ليا. بس بلاش السبت والحد والاثنين عشان دول اللي هذاكر فيهم عليه. ماشي. والتلات والاربع احنا بنرجع كده ولا كده من الكليه متاخر، فهيبقى صعب. والخميس والجمعه اجازه، فما اجيش احسن. اخص عليكي، ما اقصدش، بس هو اختي بتجيب العيال يوم الخميس وبتيجي وبيبقى البيت عامل زي سوق بكوس، فمش هينفع. بس ممكن الجمعه، بس بعد الساعه 4 عشان ده بيبقى يوم النظافه في البيت. ما تحمليش همي، خلاص انا ان شاء الله هقدر اجيب لي واحد. هو اخوكي حماده لسه ما رجعش؟ طب ربنا يرجعه لك بسلامه. متشكره قوي يا ضياء. ما تطلعي شويه؟ لا مش قادره، انا هروح بقى. ماشي، اشوفك بكره. يلا باي باي.